السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم من جديد، معلش على الغيبة الطويلة اللي انا غبتها. لو انت اول مرة تشوف القناة، يا ريت تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت لايك لي. اتمنى ان اكون فدتك بأي حاجة في الفيديو. طبعا النهاردة عندنا شرح عن الموقع ده، هنبدأ على طول في الفيديو. دي طبعا القناة بتاعتي زي ما انتم شايفين. بنزل طبعا فيديوهات موقع ستة موقع ناس، مش هطول عليكم في الفيديو، يلا بينا نبدأ على طول. طبعا ده الموقع، موقع تيم بوكس. طبعا هو دفع لي دولار الا ربع، هو المفروض دولار بس هو اخد رسوم ربع دولار، فايه وصل لي دولار. طبعا طريقة التسجيل سهلة جدا، بتخش ريجستير هنا، بتكتب هنا ايه فول نيم اللي هو اسمك الكامل، وبعد كده هنا اليوزر اسم المستخدم اللي هتخش بيه والايميل وبتعيده تاني، وهنا الباسورد وبتعيده تاني، وبعد كده بتكتب الكباتشة ده هنا، وبعد كده بتعلم العلامة دي، وبعد كده تك ريجستير. تقريبا بيبعت لك رسالة على الايميل اللي انت مسجل بيه هنا، وبعد كده بتفعل الحساب، بعد كده بتخش في ايه لوجن. طبعا طريقة التسجيل سهلة جدا، مفيش اي حاجة. طبعا نخش على الحساب اهو. طبعا انا دخلت على الحساب، طبعا هنا بايمنت ريكوست زي ما انتوا شايفين، ده بعد المستلمة 75 سنت، تمام اهي، يوم 20 مايو الساعة 5 AM زي ما انتوا شايفين. كومبليت، خشوا هنا اهي زي ما انتوا شايفين، هنا 75 سنت اهو على تيم بوكس، انتوا شايفين برضو هنا اخر اسحاب اهو 20 مايو النهاردة، 25 مايو تيم بوكس اهو. طبعا ده الحساب بتاعي اللي انا لسه داخل بيه. طبعا ده اثبات السحب. طبعا طريقة الشغل فيه سهلة جدا، بتخش على فيو اد تمام، تقدر تشاهد اي اعلان، مثلا انا بشاهد اعلان كده. طبعا زي ما انتوا شايفين بعد انتهاء الاعلان بتختار الصورة المقلوبة، بتشوف الصورة المقلوبة بتختارها هنا، بيقول لك صح ثانك فور واتشينج، شكرا على المشاهدة، وبعد كده بتغلق الاعلان كده. انت ايه، اول لما يضلم كده تبقى انت خدت ايه قيمة نقرة الاعلان، تمام. لازم طبعا تفتح زي ما انتوا شايفين هنا، بيقول لك اعلان واحد يوميا علشان تاخد نقرات الاحاله. ايه هي الاحاله؟ احاله دي اشخاص حقيقيه بتقدر تاجرها. طبعا انا ماجر 10 اهو، ال10 عاملين دولار ونص تمام، وهنا الربح بتاعهم هنا الربح بتاعهم تمام، وبتقدر تخش هنا عليهم، دي الايام الفاضله، ودي النقرات بتاعهم، ودي اخر نقرات بتاعتهم. طبعا ده البانر بتاعك، وده رابط الريفلر بتاعك اللي تقدر تدي لاي حد، ودي البانرات تقدر تاخد رابط اللي هو بتاع البانر ده اللي هو الشكل ده تمام. طبعا وهنا الاعدادات بتاعتك، بتقدر تضيف كل حاجه تبعك تمام، وكده بتخش بتكتب الباسورد اللي انت مسجل بيه، وجدت كسب من وكده. خلص الشرح النهارده، الشرح سهل جدا مفيهوش اي مشاكل، واثبت لكم طريقه السحب، وشاهدونا في الفيديوهات الجايه. ارجو ان انا اكون فدتكم، شكرا الى المشاهده، السلام عليكم.